السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني شرفنا في بمربيا بالتعاون مع نقابة المهندسين بالقاهرة إن احنا نقدم المهندسة ميرال عصام، وهي متخصصة في موضوع الـ Application of Artificial Intelligence Technology، الذكاء الصناعي والروبوتات في العمارة، وإزاي إن احنا نستخدمها في البناء وإن احنا نبني بيها وإن احنا نستخدمه في موضوع المنزل الذكي والمدينة الذكية. المهندسة ميرال باحث ماجستير في تكنولوجيا البناء قسم عمارة كلية هندسة جامعة القاهرة، وشاركت في العديد من الندوات زي ندوة مشروع القاهرة 2018 كفاءة الموارد والأمراض المستدام، و عندها خبرة كبيرة جدا في موضوع الريفت والأوتوكاد والثري دي ماكس واليومن والراينو وشوكيس والأركيكاد وجوجل سكتش أب والاستريتور والفوتوشوب، وهو الماجستير بتاعها اصلا في موضوع الذكاء الصناعي والروبوتات في العماره. فان شاء الله محاضره موفقه باذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا جدا لحضرتك يا باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ الأول، بشكر جدا جدا باشمهندس عمر السليم إن هو مستضيفني النهارده في الـ في الـ في الورك شوب في الـ في النهارده في الورك شوب بتاعكم تبع بين أوروبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى في البداية، بما إننا في آخر 2012، فحابة إن أنا أعيد على الناس كلها كل سنة وأنتم طيبين. نهاية السنة 2020 إن شاء الله بداية سنة جديدة تكون جميلة، ويا رب دايما تبقى مليانة نجاح والناس تقدر إن هي تحقق فيها أكتر قدر من النجاح هما نفسهم يحققوه. وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة أعياد الميلاد، كريسماس، ميري كريسماس. بقى بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ النهاردة إحنا الورك بتاعتنا. الأول أنا كنت حابة، انا في البدايه لما اتنشر البوست بتاع الوركشوب فانا شفت اقبال كبير قوي من الناس من دول عربيه كتير ومن دول تانية كتير، فانا سعيده جدا بالاقبال ده وحابه جدا ان انا اكون متشاركه معاكم النهارده في حاجه زي كده. ده طبعا حاجه تشرفني وحاجه تسعدني جدا، وبصراحه شيء ممتع ان انا اكون معاكم النهارده فعلا، فده حاجه حلوه. وانا كان نفسي فعلا ان انا اعرف الناس اللي موجوده معانا النهارده من اماكن تانية كتير، موجوده فين في اماكن تانية كتير. حاجه يعني اكسبيرينس بالنسبه لي حلوه قوي. بعدين بقى نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الورك شوب بتاعتنا هي الابلكيشن اوف ارتفيشال انتليجنس تكنولوجي اند روبوتكس ان اركتكتشر. يعني احنا هنبدا ان احنا نعرف الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجي بتاعت الروبوتكس وعلاقتهم ايه بالعماره، واحنا بداوا منين ووصلنا لغايه فين والكلام ده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. في البداية نبدأ نعرف يعني ايه AI، ايه هو الـ Artificial Intelligence. فالـ Artificial Intelligence في واحد اسمه جون ماكارثي. جون ماكارثي ده بيطلقوا عليه أبو الـ Artificial Intelligence أو أبو الذكاء الاصطناعي. هو اللي ابتكر في المصطلح ده، وهو اللي كان يعني في وقته كان هو الخبير قوي في المجال ده. فهو بيقول ان الذكاء الاصطناعي ده علم وهندسة صناعة الالات الذكية او برمجة الكمبيوترات الذكية. يعني ان انا ابدأ ان انا اعمل آلة تبدأ ان هي ذكية او كمبيوتر ذكي. طب يعني نوضح اكتر ان احنا ده طريقة علم او طريقه ان احنا بنخلي الروبوت او الاله او الكمبيوتر ان هو يبدا يفكر ويحلل البيانات بطريقه مشابهه لتحليل الانسان. يعني يبدا ان هو يفكر في ازاي ان هو يتصرف في مواقف معينه، يبدا ان هو يفكر في ان هما ازاي بيقرر الانسان، ازاي يعني بيبداوا ان هما يدرسوا الانسان الاول، مخ الانسان وطبيعه الانسان، ازاي ان هو بيبدا ان هو يقرر، ازاي ان هو بيبدا ان هو يتعلم، ازاي ان هو بيبدا ان هو يحل المشاكل ويحلل المواقف اللي حواليه. فهما بداوا من دراسه مخ الانسان ان هما يبداوا ان هما يوضحوا الطريقه ديت على الروبوتس وعلى الماشينز وعلى الالات وعلى الكمبيوتر. فمن هنا بدا اسمه الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده بيعتمد على ثلاث حاجات: الماشين ليرنينج والناتشرال لانجويج بروسيسنج والديب ليرنينج. الماشين ليرنينج يعني تعلم الآلة، يعني أنا بدي للآلة خوارزم، يعني
هو علم شوية متعلق بالخوارزميات والإحصائيات والكلام ده كله. فأنا الأول أنا بدي للآلة خوارزميات أو أوامر إزاي إن هي تبدأ إن هي تنفذ المهام، وإزاي إن هي تبدأ إن هي تتعلم إن هي مش تنفذها بس، لا هي تتعلم إزاي إن هي تتعلم طريقة تنفيذ. يعني لو في حاجة، لو هي أنا بديلها طريقة معينة، فهي تبدأ إن هي تمشي على الطريقة المعينة دي لغاية لما تبدأ إن هي تعملها صح وبإتقان أكتر وبإتقان أكبر. فده اللي هو الماشين ليرنينج. الناتشرال لانجويج بروسيسنج هو معالجة اللغة الطبيعية. ده بيهتم بالتفاعل بين الأجهزة واللغات، يعني يبدأ إن هو يتعرف على اللغات بتاعت الناس، اللغات البشرية، ويبدأ إن هو يحدد اللغة ديت يعني أنا لو قلت كلمة كويسة أو قلت حاجة كويسة بتعبر عن طبيعة كويسة، فيبدأ يدرك إن الشخص اللي قدامه شخص كويس، وإن الكلام ده كلام معناه طيب أو معناه كويس. من هنا يعني هو بيبدأ إن هو يحدد الكلام ده. وبرضه بيستخدموها مثلا لو مثلا في ميوزك أو حاجة زي كده الواحد بيسمعها، فهو بيبدأ إن هو يعرف الميوزك دي هتخلي حالته نفسية كويسة ولا هتسبب له اكتئاب ولا إيه بالظبط، يعني يبدأ إن هو يحدد حتى من خلال الميوزك. تالت حاجة الديب ليرنينج. ديب ليرنينج معناه ان انا بمسك الماشين اللي قدامي، ببدا ان انا اديلها معلومات كتير عن مواقف كتير، فهي تبدا ان هي لما يتعرض قدامها، لما تتعرض لاي موقف من المواقف دي، فهي تلقائيا تبدا ان هي تتصرف طبقا للحاجه دي، طبقا للمعلومات اللي انا اديتها لها. غير كده كمان انا مش بس بديلها معلومات كتير، انا كمان بوصلها بالانترنت عشان خاطر تبدا ان هي تعمل سيرش على الانترنت، فتبدا ان هي تعرف اكتر اي مشكله وقفت قدامها او اي حاجه وقفت قدامها انا ما اديت لهاش اوامر بيها، فهي تقدر ان هي تعمل سيرش على الانترنت وتبدا ان هي تحل المشكله، تدور على طريقه حل المشكله. طب احنا بدانا في الكلام ده ازاي مع العماره؟ احنا بدانا دخلنا حلو الروبوتكس بقى، عرفنا الكلام الارتفيشال انتليجنس، عرفنا الكلام ده، بس دخلنا ازاي مع العماره؟ كل حاجه بتمر في الطبيعه بمراحل. ففي العماره بدأ الأول إزاي؟ بدأ الأول في رسام فرنسي سنة 1910 كان بيرسم لوحات عن هو متخيل سنة 2020 سنة 2000 هتكون عاملة إزاي. فتخيل المهندس المعماري قاعد جوه كابين، وبدأ من الكابين دي إن هو قدامه اللوح بتاعته، الرسومات بتاعت البيت بتاعه مرسومه، وهو جوه الكابن مجرد ان هو بيضغط على زرار الروبوتس الموجوده بره، فهي تبدا ان هي تتحرك وتبدا ان هي تبني له البيت. يعني بمعنى ان انا عندي ماشينز بره انا برمجتها، وانا قاعد قدامي اللوحه بس بتاعت او الرسومات بتاعت البيت بتاعي، وابدا ان انا اضغط على زرار معينه فتبدا الماشينز ان هي تتحرك وتبدا تعمل الاوامر بتاعتي في ككونستراكشن للمبنى بتاعي. بعدين بعد كده بقى اتطور الأفكار لما جم في مجموعة الأرشجرام وجم قالوا احنا هنعمل ووكينج سيتي. هنعمل ووكينج سيتي، هو كان تخيلهم للووكينج سيتي ان هي مدينة هتبدأ ان هي فيها مباني ذكية، هتبدأ المدينة ديت ان هي تتنقل. طب هما ابتكروا الموضوع ده، يعني جت في دماغهم الفكرة ازاي؟ كفكرة بقى ان العالم انتهى وخلاص مفيش عالم، والكوكب بدأ ان هو يدمر، فاحنا بنجمع الناس ماشينز عشان خاطر نحافظ على حياتهم، او يتنقلوا من مكان لمكان علشان خاطر يبدأ الماشينز دي تدور على امكانيات الحياة، او تدور على التسهيلات اللي هي عايزاها ليها كماشينز، هي كصيانة او كده. هو خلاص صنف ان هو روبوت ذكي، بدأ ان هو يتصرف بطريقة طبيعية تبع يعني ان هو يكيف نفسه حياتيا ويكيف نفسه معيشيا، ويقدر ان هو يتأقلم مع الظروف اللي حواليه. فهيبدأ ان هو دي كانت فكرة الووكينج سيتي، ان مدينة فيها ناس تبدأ انها تتنقل وتمشي من مكان لمكان. بعدين بعد كده ما وقفش الموضوع على كده بس، بدأ ان احنا شفنا في الصناعات التانية زي مثلا المصانع بتاعت العربيات ومصانع السيارات والمصانع دي كلها، بدأ ان احنا نشوف ان في روبوتس بتستخدم هناك. طب احنا ليه ما نستخدمش روبوتس دي زيهم؟ يعني روبوتس دي داخلة في مجالات كتير وفي مناطق كتير، احنا ليه ما نستخدمش روبوتس دي زيهم؟ فبدأوا ان هم يقولوا طيب تمام، احنا نستخدم نفس فكرة الروبوت ارم اللي موجودة عندكم في الاندستري، هنبدأ ان احنا نستخدمها عندنا في الاركتكتشر. فبدأوا ان هم اخذوا الروبوت، بدأوا ان هم يعملوا عليه شوية تعديلات، شوية
في البرمجة بتاعت الروبوتس، ان هما يبدأوا ان هما يبرمجوه بطريقة تانية، يعمل اعمل وظائف تانية، اعمل خلي مش عارف ايه، يصنف المهام بتاعته ويعددها ويوظفها، ويقدر ان هو يعمل اكتر من مهمة واحدة في وقت واحد. فبدأ ان هما يستخدموها بالطريقة ديت في العمارة. من هنا بدأت بقى بداية الروبوتس في العمارة. ان احنا بدأنا ان احنا اخلناها، احنا فكرنا فيها من البداية وتطور تفكيرنا فيها، بس جينا في مرحلة قررنا احنا ناخدها بقى من الاندستري، هندخلها عندنا في الاركتكتشر. ماشي، هنا بقى ده شكل الروبوت ارم. طبعا احنا عندنا انواع كتيرة من الروبوت ارمز، بس في اشهر روبوت ارمز موجودة اسمه كوكا، KUKA. كوكا ارم ده المفروض ان هو بيبقى ارم ليه كذا جزء متاخد فكرته من فكرة دراع الإنسان، اللي هو حركة دراع الإنسان، هو بيتحرك في أكتر من اتجاه. فمتاخد الفكرة بتاعته من الفكرة ديت، الطريقة بتاعته من الفكرة ديت أساسا. فهو عندي بيتكون مثلا، عندي رقم واحد الكاونتر بالانسنج، ده اللوح الاتزان بتاعه الأول. هو بيتكون من مفاصل كتير، يعني على حسب عدد المفاصل بتاعه ببدأ إن أنا أقول هو بيقدر يتحرك في كذا اتجاه. يعني انا عندي مثلا روبوتس بتتحرك في الاتجاهات اكس واي وزد، ثلاث اتجاهات بس. في عندي روبوتس بتتحرك في السكس اكسس، اللي هو ست اتجاهات، اللي هو فيه ست مفاصل، كل مفصل منهم بيتحرك في اتجاه معين. فيبدا ان هو زي ما نقول بيلف المكان بتاعي 360 درجه، ويقدر ان هو يتحكم في المكان بتاعي 360 درجه. ماشي، عندنا مكوناته بقى، عندنا الكاونتر بالانسنج، عندنا اللينك ارم، عندنا الارم نفسه، وبعدين الانلاين ريست اللي هو زي ما نقول معصم الانسان اللي بيبدا ان هو يتحرك ويتحكم بقى في الحاجه اللي قدامه اذا كانت دقيقه او كبيره. بعدين عندنا الروتاتينج كولوم والبيس فريم، القاعده الثابته بقى اللي هو بيقعد عليها، القاعده الثابته اللي هو بيبقى ثابت عليها. وعندنا الكنترول كابينت والكونكتنج كيبلز. الكنترول كابينت اي روبوت بيبقى المفروض معاه حاجه زي كابن كده، بيبداوا ان هم يتحكموا في الروبوت منها، او تابلت، يعني تابلت اللي هو جهاز كده لوحي في ايده، ويبدا ان هو يتحكم فيه ويدي للروبوت اوامر منه. الروبوتس عندي ليها اشكال كتيره ومتعدده، بس هي نفس الفكره برضو، كلها نفس الفكره. بس الآلية بقى البروسيسنج بتاعت الروبوت من الجهاز، من أول ما بعمل الرسومات لغاية لما الروبوت ما بيبدأ بينفذ، المسار بتاع الرحلة دي بيمشي ازاي. أول حاجة أنا بيبقى عندي الالجوريثم بتاعتي، اللي هي الديزاين الالجوريثم بتاعتي، اللي هي الرسمة بتاعتي. أنا خلاص رسمت الجيومتريك ديزاين بتاعي، رسمته خلاص. بعدين ببدأ إن أنا أطلع الرسومات بتاعتي لاستراتيجيات، لطريقة أنا، أنت بص أنت هترسم بالطريقة الفلانية، يعني أنت هترسم الخط ده الأول، بعدين الخط ده والخط ده والخط ده. هنبدأ إن احنا نرسم اللي هو طريقة الرسم الأول، زي ما احنا بنيجي نعلم مثلا في الأركتكتشر، احنا بنرسم مثلا في الكونستراكشن نرسم حوايط أعمدة مش عارف إيه. فأنا في الروبوتس برضو هبدأ إن أنا أقول له أنت هتبني ده الأول، هترسم ده الأول، هتخلي ده الأول، اللي هي الطرق الستيبس بتاعته اللي هو هيمشي عليها. بعدين بعد كده برجع أعمله سيميوليشن على البرنامج. بعد ما بعمله سيميوليشن أنا كده خلاص، لو أنا في عندي ايرور في المرحلتين دولت، فأنا برجع تاني للجيومتريك ديزاين، برجع تاني للديزاين بتاعي، بعدين أرجع أمشي نفس المراحل تاني بالترتيب. خلاص كل حاجه اتظبطت هنا لغايه الروبوت سيميوليشن، كل حاجه طالعه مظبوطه معايا في الروبوت سيميوليشن. هبدا بقى ان انا اطلع كل الكلام ده للروبوت كنترولر، هبدا اطلعه للتابلت بتاع الروبوت. فمن التابلت بتاع الروبوت بقى ابدا ان انا اصدر منه الاوامر واتحكم فيه، وابدا ان انا اطلع الاوامر للموتور وللارم. الموتور موجود معايا بتاع الروبوت والارم. لو في برضو اي حاجه واجهت الموتور او الارم غريبه هو مش عارف ان هو يتصرف فيها، فبيبدا ان هو يبعت للكنترولر، والكنترولر بقى ابدا ان انا اتحكم فيه وابدا ان انا اعمله. من اشهر البرامج اللي موجوده معايا في المجال ده، في الكمبيوتيشنال ديزاين او في الروبوتك او في الكمبيوتيشنال فابريكيشن،
من اشهر البرامج الموجوده معايا الجراف الراينوسيروس والبلاجن بتاعه زي جراس سوبر. غير كده ان في عندي روبوت زي كوكا عامل نفسه برضه بلاجن بيستخدم مع الجراس سوبر اسمه كوكا بي ار سي. كوكا بي ار سي حلو. طيب نيجي نقوله بقى الـ AI بتساعد الـ architecture ازاي. احنا بنستخدم الـ AI تقريبا يعني لما نيجي نشوف على تطبيقات الـ AI او الذكاء الاصطناعي عندنا في الـ architecture هنلاقيها موجودة في اماكن في مجالات كتير او في مهام كتير. فهنلاقي مثلا موجودة في ان هي تأسيس في عملية التأسيس والتخطيط. في الـ موجودة عندي في التأسيس والتخطيط ان انا ازاي ان انا في البداية ببدأ ان انا اخد satellite images وابدأ ان انا اعمل عليها planning، ابدا ان انا احسب كثافه الناس الموجوده في المكان، ابدا ان انا اللي هي الداتا اللي بتبقى موجوده عندي وان انا ابدا ازاي ان انا اوظفها. ده بالنسبه للفاونديشن والبلاننج. بالنسبه بقى للكونستراكشن في المجالات معايا موجوده اوسع شويه واكتر شويه في الكونستراكشن. فانا عندي مثلا ان انا في الكونستراكشن البريفنت كوست اوفر رانز، يعني ان انا ما اخليش ان انا احسب التكاليف بتاعت الانشاء طبقا للمواد اللي انا هستخدمها، فاحسب تكاليفها فاعمل عمليه كنترول على التكاليف بحيث ان انا ما استخدمش تكلفه البناء معايا ما توصلش لمرحله اوفر. ماشي. تاني حاجه البيلدينج انفورميشن موديلنج البي اي ام. البي اي ام طبعا احنا عارفينه اللي هو فكره ان انا بربط المبنى بحاله ببعضه من اول مرحله الانشاء لغايه لما مرحله ان هو هيتهدم ازاي. ماشي. فكرة ربط المبنى ك وانا بنشئه، يعني وانا بصمم الديزاين وانا بعمل له working design الworking بتاعه وانا بعمل له construction والناس عايشة فيها تعيش فيه ازاي لغاية لما المبنى ممكن هيتهدم ازاي. تالت حاجة risk mitigation اللي هو التخفيف من المخاطر. ان انا ببدأ ان انا وانا في الكونستراكشن ببدا ان انا يبقى في عندي مهام معينه فيها مخاطر معينه ريسكس معينه، فانا ببدا ان انا اشغل فيها الروبوت ما خاطرش بحياه انسان ان انا يبقى الانسان ده هو الموجود في الروبوت ده في المكان ده ويخاطر بالكلام ده. غير كده كمان ببدا مهام معينه محتاجه ان هي تبقى تكراريه زي مثلا ايه عمليه النحت او عمليه حفر او عمليه حاجه معينه، دي عمليه تكراريه مش لازم الانسان هو يقوم بيها، فيبدا ان انا اوظف روبوت معين هو يقوم بالمهام دي. تالت حاجه البروجكت بلاننج. البروجكت بلاننج ان انا ابدا ان انا اوزع المهام في تخطيط الموقع بتاعي. يعني انا عندي المهام بتاعتي construction إذا كان ما بين المهندس الموقع أو ما بين مش عارف مهندس تاني اللي مشرف أو كلام من ده، فأنا ببدأ إن أنا أوزع المهام بتاعتي كل واحد ليه مهام إيه بالظبط. وال on site higher productivity اللي هو الإنتاجية العالية في الموقع، إن أنا أبدأ إن أنا أستخدم روبوتات. الروبوت خلينا متفقين إن الروبوت ما بيتعبش، يعني مش هيجي في مرة يقول لي لأ أنا تعبت مش قادر إديني راحة يوم أو يومين. لا، الروبوت بيكمل معايا، ممكن يشتغل معايا 24 ساعة لمدة 7 أيام مثلا أو وليكن أي فترة أنا عايزاها. فطبعا الإنتاجية بتبقى أعلى، وقت بيبقى أسرع، تكلفة بتبقى أقل. تكلفة بتبقى أقل من نواحي كتير، منها مثلا إن أنا ببدأ إن أنا أخفض نسبة عمالة معينة علشان خاطر الروبوت هيقوم بالمهام دي. عندي الأوف سايت كونستراكشن. الاوف سايت كونستراكشن زي اللي هو نفس معنى البريفاب، prefabrication اللي هو انا ببدا ان انا اصنع حاجه بره في المصنع، وبعدين بعد ما اصنعها في المصنع ببدا ان انا اخدها واجيبها احطها معايا اركبها معايا في 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 الموقع. طب ما انا ممكن اساسا اكون بصنعها في المصنع بروبوت وارجع برضو اركبها في موقع بروبوت عادي جدا، مفيش مشكله. ماشي. بعد كده بقى احنا كده خلصنا الكونستراكشن، نيجي بقى نشوف في السمارت سيتيز احنا ازاي بنستخدم الاي اي في السمارت سيتيز، ان احنا ازاي بنربط المدينه مع بعضها، الوظائف الموجوده في المدينه بحالها ازاي نربطها مع بعضها، ريال استيت اللي هي العقارات ازاي ان احنا بنبدا نتحكم نعمل تقييم لمدى كفاءه العقار في الاي اي، ازاي في الانشورنس كومبانيز في شركات التامين، ازاي ان احنا في الانشور ازاي عشان خاطر الـ AI بقى واسع استخدامه في الاركتكتشر،
فبقت المباني ليها كفاءة عالية، فبقى يبقى فيه تأمين، شركات تأمين على المباني. في السمارت هومز ازاي ان انا اخلي كل حاجة عندي في البيت بتتفاعل معايا، بتبدأ ان هي ستاير تفتح لوحدها، نارة تنور لوحدها، كلام من ده. نيجي بقى نبص بعدها على الـ Application of Robots in Architecture. تطبيقات العمارة، احنا من ضمن تطبيقات الـ AI، من ضمن وظائف الـ AI هي الـ Robots. إن أنا ببدأ إن أنا أعمل برمجة للروبوت إن هو يتحكم معايا، فأنا ببدأ الروبوت ده بقى بستخدمه إزاي عندي في العمارة. قال لي وليكن إيه الروبوت اللي أنا هستخدمه في العمارة، فهو وليكن ايه المهمة اللي هو هيقوم بيها او اللي انا هخليه يقوم بيها. هو هيقوم بثلاث عمليات تقريبا، يعني مش هيخرج عمله عن ثلاث عمليات: اضافة، طرح، او عمليات تانية. في الديزاين عامة لما بنيجي نتكلم عن التشكيل مثلا بتاع الكتل او كلام ده، فاحنا بنتكلم ايه، ان احنا بنبدأ نشكل الكتل في اديشن وسبتراكشن، فطرح واضافة. فاحنا برضو بنفس الفكرة، الروبوت برضو بيعمل معانا نفس الفكرة، بيبدأ ان هو يا اما يضيف حاجة يا اما يطرح من الحاجة. طب الاديتيف مانفاكتورينج معروفة بال 3D printing، اللي هو الطباعة ثلاثية الابعاد، اللي هو ان انا ببدأ ان انا احط layers فوق بعضها من مادة معينة لغاية لما تكوني الحاجة اللي انا عايزة اكونها. السبتراكتيف مانفاكتورينج اللي هو الطرح بقى، زي السي ان سي مايلينج، زي الليزر كاتنج، زي الهوت واير، اللي هو فكرة ان انا بيبقى عندي حاجة وببدأ ان انا اطرح فيها واقطع فيها لغاية لما اكون الشكل اللي انا عايزاه. الروبوتك الاذر بقى، الروبوتك الاستخدامات التانية يوزز هتبقى عندي زي البندنج والفولدنج والويفنج، اللي هو زي ان انا ببدأ ان انا اتني حاجة او الحم حاجة، او ان انا ببدأ ان انا اشكل بنسيج معين، اشكل بيه حاجة معينة، ماشي. فدي دول الثلاث حاجات اللي مش هخرج عنهم الطريقة بتاعتي بتاعت الإنشاء أو استخدام الروبوت عندي في الـ Architecture. نيجي بقى احنا نتكلم النهاردة عن الـ Construction، يعني في الاستخدامات بتاعت الـ AI في الـ Architecture. احنا شفنا الاستخدامات بتاعتها كتير، فاحنا نتكلم النهاردة عن الـ Construction. في محاضرتين تانيين، هيبقى في كل محاضرة هنتكلم برضو عن جزء تاني، يعني هنتكلم مرة عن الـ Smart Cities، مرة تانية والسمارت هومز، مرة تانية نتكلم عن الماتيريال. فاحنا نتكلم النهارده عن الكونستراكشن. الكونستراكشن انا باجي استخدم الروبوت ازاي معايا في الكونستراكشن، اضافة عن الحاجات اللي انا قلتها في السلايد اللي فات، ان الروبوت بيفيدني ازاي. بيبدأ انا مثلا بيبدأ ان هو يعمل لي 3D models دقيقة، ان هو يبدأ يعمل لي 3D print للموديل، او ان هو يبدأ يعمل لي CNC يحفره ويطبع وابدأ ان انا اركبه، بس تبقى موديل دقيقة. creating construction process ان انا ببدأ ان انا اعمل الهياكل الانشائية بتاعتي بتاعت ال construction، اذا كانت حيطة، اذا كان شكل فني انا عايز اعمله، اذا كان سقف ارضية، وليكن ايه باللازم انا عايز اعمله. الـ assembling pieces on site، تجميع في الموقع، يعني ان انا ببدا ان انا اعمل حاجه، اقطع حاجه او اعمل حاجه وابدا ان انا اجمعها، الروبوت هو اللي يجمعها لي، مش لازم انا اللي اجمعها. الـ accounting for material expansion or mathematical errors during construction، يعني بيبدا الروبوت ان هو يعمل حسابات للماتيريالز اللي انا بستخدمها. يعني ونفترض ان في ماتيريال معينه انا بستخدمها، والماتيريال ديت ليها حسابات معينه انا غلطت في الحسابات بتاعتها، فيبدا الروبوت بتاعي انا مبرمجه ان هو يتصرف، فيبدا ان هو يتصرف معايا ويبدا ان هو يفكر، يا اما لو الماتيريال دي مثلا بيحصل لها تمدد او انكماش وانا ما خدتش بالي او ما عملتلهاش حسابات صح، فيبدا ان هو يحسب هو حساباته، يبدا ان هو يا اما يشيل منها يا اما يستبدلها بحاجه تانيه، بدل ما انا مبدا ان انا لسه ادور واشوف انا لسه هحل المشكله دي ازاي واعمل ايه، فهو يبدا ان هو يتصرف بسرعه ويحل المشكله. تالت حاجة، خمس حاجة، helping buildings meet sustainability goals، ان انا بساعد المباني ان هي تحقق ال sustainability، الاستدامة. طب ده من خلال ايه؟ من خلال مثلا المواد اللي انا بستخدمها في الموقع. المواد دي ان انا
اوفر في المواد، ما اهدرش في المواد، ان انا اشوف المواد المتاحه الموجوده معايا مثلا في الموقع، ما اروحش استورد مواد تانية من اماكن تانية بعيد فتبقى التكلفه زياده عليا. ان انا اخلي مثلا الماتيريال دي تبقى استخدم ماتيريال سستينابيلتي ملهاش تاثير على الضرر على البيئه. ان مثلا في حاجه مثلا ان انا ابدا ان انا حتى بعد المبنى ما ينشا، بعد المبنى ما يتعمل، ان انا ابدا ان انا اتحكم في درجه حراره المبنى، ابدا اتحكم في التكيفيه بتاعه المبنى مع الناس اللي جوه، درجه الحراره، مستوى الاضاءه، مش كل الكلام ده كله. فلو في مثلا مشروع معمول اسمه مونكي روبوتس، المونكي روبوتس دي بتبدا ان هي تتنطط على الواجهه، تبدا ان هي يعني هم مسمينها مونكي عشان هي بتبدا ان هي تتنطط على الواجهه ما بين الغلاف الخارجي للمبنى وما بين المبنى نفسه، الحيطه، الغلاف الداخلي للمبنى، تبدا ان هي تتنطط ما بين الاثنين دولت على الواجهه علشان خاطر تبدا ان هي تشوف مثلا المستخدم الفلاني ده، هو الشمس طالعه والنهار واضح اهوت والنهار طالع، بس هو قافل الستاير ومشغل النور، فتبدا ان هي تنبهه ان انت لا اطفي النور وافتح الستاير. الكلام ده تبدا ان هي تتحكم في استخدام المستخدمين، طريقه المستخدمين في استخدام الفراغات في المبنى، وتبدا ان هي تتحكم كمان في التكيفيه بتاعه المبنى. ندخل بقى على الامثله بتاعتنا ان احنا ازاي بنبدا بقى نستخدم الروبوتات دي معانا في الكونستراكشن. بقى الامثله التطبيقيه عندي مثلا المثال ده Stratifications، ده في لندن. المثال ده المفروض ان هو عمل روبوت وعمل له وحدات شبه الطوب بس من الخشب، بس بسمك مختلف. الابعاد هي هي، بس السمك بتاع اليونت بتاعته مختلف، في حاجه سمكها كبير وحاجه سمكها صغير، وهو محطوط له على البرمجه بتاعته في البروجرامنج بتاعته في الرسومات بتاعته محطوط له ان انت هتنفذ شكل معين، حط له الشكل اللي هو هينفذه. فهو بيبدا ياخد يمسك اليونت بتاعته، وحده الخشب اللي شبه الطوبه، ويبدا ان هو يعمل لها سكان فيشوفها اذا كان حجمها كبير او حجمها صغير. لو حجمها كبير يبقى هتتحط في المكان اللي ورا، لو حجمها صغير يبقى هتتحط في المكان اللي قدام. هو بيبدا ان هو يفكر يعمل سكان لليونت اللي قدامه، يبدا يفكر دي هتتحط فين، ويبدا ان هو يحطها في مكانها. ده مثلا هنا مثلا هنشوف فيديو طريقة عمله أو استخدامه. طيب ثواني، هنا طريقة عمل الروبوت ازاي ان هو سوري ازاي ان هو الروبوت بيبدأ ان هو يتحرك معايا، ازاي ان هو بيستخدم الوحدات بتاعته اليونتس بتاعته ويبدأ ان هو يحطها في اماكنها الصح. المكنة اللي على الجنب دي بيبدأ في مكنة تانية بتبدأ هي تقطع اليونتس، او اليونتس متقطعة جاهزة محطوطة ويبدأ ان هي تتحط له. هنا بقى الروبوت بيبدأ ان هو يعمل سكان للجهاز، يبدأ ان هو يحط كل حاجة مكانها. واخدين بالنا من طريقة حركة الروبوت ان هو بيتحرك في اكتر من مكان وفي اكتر من يعني في اكتر من اتجاه، ليه يقدر ان هو يتحرك في كذا اتجاه وفي كذا بكذا طريقة، يعني يقدر ان هو يلف المكان اللي حواليه 3D كله 360 درجة. دي الباينة قدامنا، دي الجزئية اللي هو بيبدأ ان هو يمسك بيها الطوب بتاعه او اليونتس بتاعته، يبدأ علشان خاطر يحطها في مكانها.
هنا بقى واخدين بالنا من هو ازاي عمل يونتس كلها، كل اليونتس نفس السمك محطوطة جنب بعضها او فوق بعضها، واليونتس بحالها يعني مرتبها بنظام، مفيش حاجة، مفيش واحدة صغيرة معاها واحدة كبيرة، لا هو عامل عارف بالظبط ايه الوزن اللي في ايده، او ممكن نقوله ايه السمك اللي في ايده، ويبدأ ان هو يتحكم فيه ويحطه، يبدأ ان هو يعمله سكان ويتعرف عليه ويحطه في مكانه الصح اللي المفروض ان هو يبقى موجود فيه. بس ده كان بالنسبة للمثال ده. ثانية معلش نوصل للسلايد اللي احنا كنا فيها. كده كنا في السلايد اللي فوق دي، عرفنا كده اتفرجنا على طريقة عمل الجهاز ده وازاي ان هو بيبدأ ان هو يتحكم في الحاجة اللي في ايده، ويبدأ ان هو يعمل لها سكان ويتعرف عليها ويحطها في مكانها الصح المظبوط. هنا بقى ده مثال تاني. مثال تاني. المثال ده بيبدأ ان هو يعرف فكرة الروبوت فعلا في ال construction sites، ازاي ان هو هيبدأ الروبوت يبقى عارف مهامه كويس قوي ومتعرف على البيئة اللي حواليه، وكمان قادر ان هو يحدد مهامه ويحدد الوظيفة لو حصلت مشكلة او تغير المهمة بتاعته او تغير الشكل بتاعه المفروض ان هو ينشئه، فيبدأ ان هو يتكيف معاه ويبدأ ان هو يتأقلم معاه ويغير، ينوع من المهام بتاعته ويغيرها او يغير التفكير بتاعه والفكر بتاعه. فعندي مثلا هو اسمه الـ Endless Wall، معنى هو بنى الجدار، فانا باجي ارسم له خط تاني، انت هترسم الجدار من الخط ده، فابدأ ان هو يشيل يونس من هنا ويبدأ ان هو يحطها في الناحية التانية على الخط التاني اللي انا رسمته له، فهو هنا بيبدأ ان هو يشوف البيئة اللي حواليه بتتغير ازاي ويبدأ ان هو يتأقلم معاها. الروبوت ده اللاين اللي انا برسمه له هو بيبقى يعني هو خلاص عرف ان اللاين ده كده تغير في الوظيفة او في المهمة بتاعته، فيبدأ ان هو يشيل يونس من المكان ده ويبدأ ان هو يحطها في المكان التاني، عشان كده سموه endless wall، ان هو مش هينتهي، هو شغال في الوظيفة بتاعته باستمرار، مش هيخلص لما انا اقوله خلاص كده خلصت. نشوف له فيديو تاني. هنا في الفيديو ده بيبدأ ان هو ياخد اليونتس بتاعته من المكان الاولاني ويبدأ ان هو يحطها في مكانها الجديد، هو هيبني الحيطة الكاملة، انا قايلة ان هو هيبني الحيطة الكاملة، فهو هيبقى هياخد اليونتس من المكان القديم ويبدأ ان هو يحطها في المكان الجديد اللي انا محدده له، اذا كان بقى المكان الجديد بقى كيرف، اذا كان ستريت لاينز، هو مش فارق معاه، هو بيبدأ ان هو يتكيف مع الخطوط بتاعته على شكلها الموجود، على طريقتها او على شكلها الموجود او على طبيعتها زي ما هي موجودة. هنا بقى وهو بيرسم له اللاين الجديد اللي هو خلاص دلوقتي واقف، هو كامل الجدار بتاعه، فهو بيبدأ ان هو يرسم له اللاين الجديد اللي انت هتمشي عليه، فهو يبدأ ان هو ياخد من الجدار اللي هو كان بنيه قديم ويبدأ ان هو يحط على اللاين اللي انا محدده له، يبدأ ان هو يرصص عليه بنفس طبيعة الكيرف بتاعه بنفس كل حاجة، يبدأ ان هو يحط الاعداد بتاعتي بحيث ان هي تطلع لي الجدار بتاعي بنفس الكيرف اللي انا محدداه. هنا اهوت لغاية بينقل لغاية لما يخلص الجدار اللي هو بيبنيه خلاص يخلصه، فيبدأ هو ان هو يحط له مسار جديد ويحدد له مسار جديد ينشأ عليه، فيبدأ ان هو يشيل من هنا ويحط من الناحية التانية، فهو الوظيفة بتاعته هو بيبدأ ان هو يتكيف مع كل حاجة بتحصل قدامه. ماشي. هنا بقى ده 3D printing، بس 3D printing عمله ازاي؟ انا عندي بدل ما اعمل الاسمنت وبدل ما احط فيه حديد او احط فيه وليكن قطاعات حديدية شكلها عامل ازاي، انا هبدأ بال 3D printing بماتيريال معينة، ابدأ ان انا اعمل الستراكشر بتاعي كقطاع structure انا عايز اعمله،
بحيث ان هو يبقى ثابت ويبقى يعني ثابت هيكليا، ما يبقاش متلخلخ او ما يبقاش متزعزع، ويبدا ان انا اعمل ابني الجدار كستراكشر. بعد ما ابني الستراكشر ابدا ان انا اصبه خرسان. الطريقه دي لقوها ان هي موفره جدا للتكاليف، الستراكشر بتاعه بيبقى ثابت عادي جدا، فبيبدا ان هو بيبدا ان هو يستخدم معاه نوع معين من الاسمنت بحيث ان هو يبقى ثابت معاه، ما يبقاش فيه مثلا تكتلات او ما يبقاش فيه حاجات كده. ده شكل الماشين بتاعته اللي بتطبع بال 3D printing. هي بتطبع ماتريال معينة، بتبدأ ان هي اول ما بتنزل من المكنة، بتبدأ من الماشين بتبدأ ان هي تثبت في مكانها على الشكل اللي انا اللي هو بيرسمها عليه. انا ببقى مدياله قطاع معين او شكل معين، انت هتبدأ انك ترسم الوول بتاعتي او الستراكشر بتاعي، الستراكشر ممبر بتاعي على الشكل ده، فيبدأ ان هو يطلع لي الوول بحاله بالشكل اللي انا مديهوله. ثواني نشوف بقى لي فيديو تاني. هنا طريقة الحركة بتاعته، هو مش فارق معاه اذا كان كيرف او ايبل لازي او ستريت، هو بيبدأ ان هو يعمل القطاع بتاعي اللي انا مديهوله، ويبدأ ان هو يرسمه ويعمله كأني حاطه structure members بالظبط. هو بيبدأ ان هو يرسمها ويطبعها. هيتنيه شغال لغاية لما يطلع لي الارتفاع بتاعي اللي انا مديهوله او اللي انا قايله له انت تطبع لي لغاية الارتفاع ده. طبعا كلها طبقات 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 فوق بعضها لغاية لما يكون لي الشكل بتاعي او الهيكل بتاعي اللي انا عايزاه. هنا بقى استخدموا الكلام ده بطريقة تانية artistic شوية، ان انا هعمل منشأ هيكلي، بس هيكون يعني منشأ structure بس هيكون من نفس الماتيريال ديت، بس الماتيريال دي انا اديت لها الوان بحيث ان هي تبان ان هي فنية شوية، وهحطها كبافيليون عندي موجود في قاعة معينة، معرض عندي موجود في قاعة معينة. فهيبدأ بدأ ان هو يعملها بالشكل ده، بالكيرفز بتاعته، بالمنحنيات بتاعته، بالارتفاعات والانخفاضات بتاعته. مش فارق معاه طبعا الماشين، هي بتنفذ كل الاوامر اللي انا بديها لها، بتطبع كل حاجة انا بديها لها. طبعا زي ما احنا شايفين المتانة بتاعتها او قدرة التحمل بتاعتها عالية، فهي مش حاجة مثلا هشة هتقع اول ما نمسها، لا دي حاجة ليها قدرة تحمل كبيرة وعالية، تقدر ان هي تتحمل اي ضغط عليها. تعالوا نشوفوا برضو هنا فيديو تاني ليها. هو هنا دي الـ الأجزاء اللي هو بيبدأ إن هو يحطها في ماشين معينة عشان خاطر تطلع له المسار بتاعه، اللي هو المادة الماتيريال بتاعة البرينتينج اللي هتبقى اللي هيبدأ إن هو يطبع بيها، تعملها له على شكل روب أو حبل كده خيط، فيبدأ إن هي تدخل في الماشين التانية عشان خاطر يطبع بيها. هو تعملها له على شكل روب حبل كده، ويبدأ الحبل ده هو حبل ملون، ويبدأ بالألوان اللي أنا حطيتها له، ويبدأ إن هو ياخد الروب ده ويطبع بيه. هي الماتيريال بتبدأ إن هي تثبت في مكانها زي الأقلام 3D printing اللي موجودة، اللي هي بتبدأ إني أرسم أي شكل بيها، فتبدأ إن هي تثبت في مكانها بالشكل اللي أنا رسمته. ده شكل الماشين بتاع 3D printing، الروبوت بالجزء اللي تحت اللي بيطلع الماتيريال بتاعته. الروبوت أرم ماشي إزاي، وشايفين الخط بتاعي اللي هو الروب بتاعي ماشي إزاي وطالع منين. هنا وهو بيطبعه من أوله من تحت لغاية لما يطلع بيه الارتفاع اللي أنا مديهوله فوق اهوت، لغاية لما يكون لي الشكل اللي أنا عايزاه كله، هو كونه لي وقام جاي رسمه كله.
واخدين بالنا هو ازاي عمله كأنه برضو structure، يعني هو بيعمل كل حاجة ان هي تبقى ثابتة انشائيا، ان هي مش هتقع. يعني انا في الستراكشر بتاعي انا باخد دايما في المنشأ بتاعي ان هو دايما يكون ثابت هيكليا، بحيث ان ما يبقاش هش معايا ويقع، يبقى الستراكشر بتاعه ثابت وسليم معايا، يتحمل ان هو واقف. شايفين هنا مثلا ان هو حاطط برضو حاجة ليها وزنها في قلب الجدار بتاعي او المنشأ بتاعي، وهي شايلاها وعالي متحملة الضغوط والاحمال اللي واقع عليها. هنا بقى ده كان بافيليون في ETH في زيورخ. البافيليون ده هما الروبوت دي الروبوت ده من يعني نوع من انواع الروبوت الموجودة هناك في جامعة ETH. والروبوت ده المفروض ان هو بيبقى محطوط في كابين كده علشان خاطر يبدأ ان هو يتحرك من مكان لمكان، يبدأ ان هو يدخل وحدات الطوب من فتحة معينة، فيبدأ الروبوت ان هو ياخد وحدة يونت بتاعة الطوب دي ويحط عليها مادة لازقة في مكان معين هو عارف ان هي تتلزق على الحتة دي بس، ويبدأ ان هو يحطها في يقصها في الشكل بتاع الحيطة اللي انا مدياهوله. هما كانوا عايزين يعملوا بافيليون كبير، فبدأ ان هما مش هيعرفوا ان هما يدخلوا الماشين جوه في قلب القاعة ان هي تبدأ ان هي تبني الوول بتاعهم، فبدأوا ان هما يبنوا الوول بتاعهم كل 4 متر كستيبل وول مع نفسها، هي ثابتة مع نفسها، ويبدأ ان هو ينقل كل بعد ما يرصص الطوب كله لغاية لما يكون الحيطة، يبدأ ان هو ينقل الحيطة ال4 متر دي لوحدها كيونت لوحدها يحطها في مكانها في البافيليون. فهنا واخدين بالنا من ان الحيطه فيها كيرفز عادي جدا، وهو بادئ ان هو يرص الطوب بحيث ان هي تتماشى مع الكيرف وتدي معايا السنس بتاع كيرف. هنا وهو مثلا العربيه بتبدا ان هي تشيل الوول وتبدا ان هي عشان تحركها، والوول ثابته وستيبل جدا، والماده اللزقه اللي هو حاطط عليها مثبتها كويس جدا. تعالوا برضو نشوف لها فيديو تاني. هنا طبعا هو محطوط في كابين زي ما احنا قلنا، هو هنا بيبدأ ان هو يحط له الطوب بتاعه. هو احنا العملية دي او الجزء ده من العملية احنا نقدر برضو نعمله آليا، بس هو هنا علشان خاطر هو عايز يستخدم روبوت واحد في المشروع بتاعه، فهو بدأ ان هو يحط هو الطوب من ناحية، ويبدأ ان هو الروبوت بتاعه يحط. شايفين هنا بيحط المادة اللازقة هنا في اجزاء معينة، هو عارف ان الطوبة دي هتتلزق من الجزئين دولت، فيبدأ ان هو يحطها ويطلع يلزقها في مكانها بالظبط. هو عارف محدد مكانها بالظبط، يعني مش هنلاقي طوبة متحركة من مكانها او منزحزحة من مكانها، لا هي مكانها هو عارف محدد مكانها بالظبط بالملي، مفيش نسبة خطأ، هي النسبة هو يعني دقيق جدا. هنا هو بيبني الجدار بتاعه. وبرضه عارف ازاي، عارف اماكن الطوب، يعني عندي مثلا طوبة لونها اسمر وطوبة لونها ابيض، فهو محدد اماكن الطوب فين الابيض هيتحط فين والاسمر هيتحط فين، فهو فاهم كويس قوي. هو عامل برضه سكان للطوبة اللي معاه وبادئ، وعارف كويس قوي الطوبة دي هتتحط فين، اذا كان لونها اسمر فهي هتتحط في مكان معين، اذا كان لونها ابيض فهي هتتحط في مكان تاني. هو كان مستخدم الطوب اللي لونه ابيض كنوع من التشكيل ارتستيك في الجدار بتاعه. وحاجة تانية كمان ان هو عايز يعشق الاجزاء بتاعة الجدران في بعضها، فيبدأ ان هو يحط طوبة بيضة بحيث ان هي تعمل معايا الفراغات بتاعة التعشيق. هو ما هنا بيبدأوا ان هما يثبتوا الحيطة ال4 متر بعد ما خلصت، فهما اخدوها وشالوها وبدأوا ان هما يثبتوها في مكانها، يحطوها في المكان بتاعها بالظبط في الجدار بتاع البافيليون. بدأ هنا ان هو يعشق الطوب في بعضه، الجدار في بعضه، علشان خاطر يكون معايا الشكل الكلي، بعدين ثبتها على الأرض. نشوف بقى بعد كده
هما لقوا ان الروبوت مش ممكن، يعني هو احنا دلوقتي شفنا من استخداماته ان هو بيشيل الطوب ويرصه، بيعمل 3D printing، بس هما لقوا كمان ان الروبوت ده اساسا كان بيستخدم في الاندستري علشان خاطر ان هو بيلحم. فبدأوا ان هما ياخدوا الحديد بدأوا ان هما ياخدوا يبنوا structure بقى بحديد، وبدأوا ان هما يستخدموا الروبوت في ان هو يركب الحديد ويلحمه في بعضه. فزي ما شايفين هنا هو طريقة، يعني بدأ ان هو يلحم الحديد في بعضه ويركب قطعات حديد صغيرة كده، بدل ما يبدأ ان هو يعني الأساسي بتاعه او المستمر بتاعه اللي هو الممبرز الطولية، وبعدين بيبدأ ان هو يستخدم تانية فرعية بس قطع حديد صغيرة، بحيث ان هي تكون معايا الستراكشر كله ويبقى ثابت كله مترابط كله مع بعضه. ماشي. بدأ ان هو بعد ما خلص بدأ ان هم حطوا فيها مالوا جدار بالاسمنت، فاستحمل الاسمنت بالكيرف بتاعه اللي هو عايزه بأي شكل هو عايزه. نشوفها في فيديو تاني. هنا بيبدأ الروبوت ان هو يكون يحط الحديد بتاعه، هما بيحطوا له اسياخ الحديد الطولية، هو بيبدأ ان هو يلحم اسياخ الحديد العادية، يقطعها هو ويحطها ويلحمها في مكانها. ماشي. وهنا بعد ما خلص هو الهيكل بتاعه بدأ ان هما بدأ ان بدأ هم هم يصبوا فيه اسمنت، فالاسمنت بدأ ان هو يدخل في الحيطة من غير ما يطلع بره في الفراغات بتاعتها اللي بره، بدأ ان هما يصبوها طبعا بأسمنت ليه كثافة معينة وليه مكونات معينة، لغاية لما طلع معاهم في الآخر الحيطة بتاعتهم، بدأوا إن هم يشطبوها برضو أجزاء باستخدام روبوت أجزاء بإيديهم العادية، ما عندهمش مشكلة، لغاية لما طلع معاهم الحيطة في الآخر كستراكشر. شايفين هي كيرف عادي جدا وما فيهاش أي مشكلة، مش يعني بطريقة إن إحنا مش ممكن ما نعرفش إن إحنا ننفذها بالطرق العادية. نيجي بعد كده نبص استخدامات بقى الروبوتس، بيستخدموها برضو كأن انا ممكن اعمل نحت في الطين بطريقة معينة، ان انا استخدم بقى النحت ده يا اما كان احطه على الحيطة او استخدمه كارتستيك ان انا بنحت شكل حد او بنحت اي حاجة قدامي اي شكل قدامي. فهم هنا بيستخدموا برضو بيغير الراس بتاعت الروبوت، بيحطها تبع الاستخدام اللي هو عايزه، يعني الراس بتاعت الروبوت يا اما يغيرها يا يخليها تعمل 3D printing، يا اما تلحم، يا اما تشيل الطوب تحطه في مكان تاني، يا اما تبدا ان هي تعمل مثلا زي ما احنا شايفين هنا تنحت في الطين، فيبدا ان هي يحط لها مثلا بكر فتبدا ان هي تمشي تنحت في الطين، او حاجه تانية على شكل مثلا حرف يو كده فتبدا ان هي تقطع في الطين شرايح معينه رايحه جايه لغايه لما تكون لي الارتستيك شيب اللي انا عايزاه. فبيستخدمها بالطريقه دي، بيغير الراس على حسب الاستخدام اللي هو عايزه. في الاخر بعد ما بيخلص بيقوم جاي محرق اللوح بتاعه البانل بتاعه بتاع التيم ويطلع لي منه بانل. نشوف لها فيديو كمان من هنا. هنا مثلا هو بينحت شكل معين في الطين، فماسك راس كده بيبدأ ان هو يضغط بيها على الطين لغاية لما يطلع الشكل بتاعه. هنا هو بيبدأ ان هو يعمل برضو شكل تاني متموج فيه امواج، فيبدأ ان هو ركب له راس تانية وبدأ ان هو استخدمها في تمويج الطين. هنا ده بيطلع شرايح، بينحته بيطلع منه شرايح معينة عشان يكون دي artistic shape معين شكل معين. بعدين هم هنا بعد ما حرقوها بيبدأوا ان هم بقى ينظفوها علشان خاطر يوضحوا الشكل بتاعها النهائي عامل ازاي. من ضمن بقى استخدامات ندخل بقى شوية، احنا كده شفنا شوية استخدامات ليه شوية في pavilions، نشوفوا بقى استخدامات الروبوت في الكونستراكشن فعليا. أول مبنى اتبنى 3D printing كان في دبي. المبنى ده كان مبنى بلا كمبنى مكاتب في دبي office buildings. المبنى ده كله مطبوع 3D. المبنى المفروض ان هو اخذ منهم 17 يوم، هو المبنى متكون من 17 قطعة، أخذ منهم 17 يوم في الإنشاء وأخذ يومين بس في التركيب وإن هم ركبوا الكليدنج وركبوا المبنى مع بعضه.
المبنى مستخدم عادي جدا طبيعي جدا، هم عملوه الجدران بتاعته بشكل معين، هنشوفه دلوقتي، ثواني هنشوفها بالفيديو. بدأوا إن هم يعملوا الجدران بتاعته بشكل معين برضه قطاع كده، بشكل قطاع حديد، واستخدموا معاها قطاعات حديد بحيث إن هم يبدأوا يطلعوا المبنى بالشيبس دي، الشيب ده يعني الشيب ده هيبدأ إن هو يحقق معايا حاجتين، إن المبنى يبقى ثابت هيكليا وإنشائيا، والحاجة التانية إن الفراغات اللي فيه دي هتبدأ تعمل معايا، تتحكم معايا في درجة الحرارة الداخلية بتاعة المبنى، وبحيث لأن درجة الحرارة في دبي مرتفعة، فيبدأ إن درجة حرارة المبنى يبقى من جوه متكيف حراريا، درجة حرارته تبدأ إن هي تبقى منخفضة عن درجة الحرارة الخارجية. فهو هنا إزاي نقلها من في العربية، وإزاي الحاجات اللي هو حاططها تحت دي الأساسات، وبعدين بيبدأ إن هو يركب القطع مع بعضها، ده بعدين يبدأ إن هو يركب عليها ويحط عليها كليدنج. ده تقريبا كموديل للإنشاء بتاعه في الحقيقة كان عامل إزاي. بعدين هو هنا بقى شكلهم وهم بينشئوه، بعد ما خلص بقى شكله بقى عامل إزاي. وهم هنا في المبنى ده حاطين كل حاجة في مكانها بالظبط، حتى الشجر اللي هم عايزين يحطوه حطوه في مكانه بالظبط. كل حاجة معمولة بالروبوت، يعني هو أنشأ المبنى بالروبوت في الموقع، برضه عمل كونه وركبه مع بعضه بالروبوت. الفكرة هنا بقى في المباني ال 3D روبوتس دي، المباني ال 3D printing دي، إن هي وفرت معاه في العمالة، وفرت معاه في الماتيريال، وفرت معاه في كل في الوقت بتاع التنفيذ والإنشاء. يعني متخيلين إن المبنى يبقى واحد مثلا رايح يبني بيته، فالمهندس يقول له خلاص تعالى لي كمان أسبوع أو كمان أسبوعين وأنا هتستلم المبنى بتاعك جاهز. عندي بقى اللي بعدها، هنا ده أكبر مبنى 3D printed، مبنى موجود برضه في دبي، مكون من دورين. هما كانوا عملوا أول مبنى، بدأوا إن هما يعملوا أبحاث تانية يطوروا في الماتيريال بتاعتهم علشان خاطر يبدأوا إن هما يعملوا مبنى عالي شوية، يبدأوا إن هما يطلعوا يعلوا بالأدوار بتاعتهم. فالمبنى ده الأسمنت بتاعه معمول من مباني معاد تدويرها، يعني مباني كانت متهدمة وأعاد تدويرها تاني لغاية لما عمل المبنى، عمل منها الأسمنت، ماشي، من كسر المباني القديمة. بدأ إن هو برضه استخدم هيكل الإنشاء، العناصر الإنشائية بتاعته برضه في 3D printing وهو بيطبع. المبنى ده اتعمل في التشييد والتجهيز بتاعه كان في 3 شهور، ومساحته كانت 340 متر وبارتفاع 9.5 متر. ده أكبر مبنى مطبوع 3D موجود في العالم. وفايدته إن هو من استخدام الأسمنت للنفايات المباني التانية، بدأ إن هو يقلل من نفايات المباني. يعني أنا لما هدم مبنى دلوقتي، أنا النفايات بتاعته مش هرميها، ومش مش هحطها في مكان فتبدأ إن هي تضر معايا الطبيعة، لأ، أنا هاخدها وأبدأ إن أنا أعالجها وأحطها أعمل بيها مباني تانية جديدة. وبالتالي هو استخدام الروبوت في المبنى قلل المخاطر البشرية، قلل العمالة للبناء، العمالة بتاعة المبنى كانت تتعدى على صوابع الإيد. دلوقتي ممكن نشوف فيديو تاني المبنى. ده كان أول مبنى مبني بس كان في روسيا، اللي هو اللي فات ده كان أول مبنى بنوه 3D بس في روسيا، بس كان يونت تجريبي كوحدة سكنية. هنا بقى هي نفس الشركة اللي عاملاه، هي نفس الشركة اللي هي أبيسكور، هي اللي عاملة أعلى مبنى اللي هو 9.5 متر في دبي. المبنى مكون من دورين سلالم وإنشائي عادي جدا. ده بقى بنوه ببرينتينج ماشين واحدة بس في الموقع، يعني ما نقلهوش زي اللي قبليه لما كان معمول بري فاب واتنقل في الموقع اتركب، لا، هو ده أنشئ في الموقع نفسه، واتبنى في ظروف جوية اللي هي الظروف الجوية العادية بتاعت دبي، اللي هو درجة الحرارة العالية عادي جدا. اتبنى طبقة مع طبقة، كان المساحة 640 متر. ده جزء من التيم بتاعه القليل اللي كان موجود.
هنا طبعا هما حاطين العناصر الانشائيه في المبنى، هما بيبنوه طبعا بالتحليل الانشائي للمبنى، يعملوا طبعا دراسات بتاعه المبنى كله ويحللوها انشائيا. ندخل على المثال اللي بعديه، الفيوتشر تري. هو عايز يعمل شيد قدام مكان معين او مبنى معين، وبدأ ان هو استخدم فيه اكتر من تقنية او اكتر من استخدام للروبوتس. اول حاجة بدأ ان هو عمل العمود بتاعه بال 3D printing، بعدين قام جاي حاطط فيه العنصر الانشائي بتاعه اللي هو الحديد بتاعه بتاع التثبيت بتاعه اللي هيمسك الهيكل بتاعه، حطه بقلب 3D printing، بعدين قام جاي صابب عليه 3D printing ده من مادة معينة، بحيث ان هو بعد ما خلاص ما الاسمنت ما يمسك بدأ ان هو شال طبقة ال 3D printing من على الاسمنت، فبدأ طلع معايا العمود هيكل انشائي سليم جدا بالشكل الارتستيك اللي انا عملته، او شكل جذع الشجرة اللي انا عملته. وبعدين بعد كده الشيد من فوق، الخشب من فوق بدأ ان هو عملها بروبوت تاني، بدأ ان هو يقطع الخشب ويجمعه، بدأ ان هو لغاية لما عمل الشكل بتاعنا اللي احنا عايزينه، بس عمله على اجزاء. وبعدين هم اخدوا الاجزاء دي في الموقع وبدأوا ان هم يركبوها مع بعضها، وبدأوا ان هم يثبتوها في العمود بتاعها ببليتس مثبتة من على العمود علشان خاطر يثبت فيها الشيد اللي فوق. ده شكلها في النهاية. في فيديو كمان، هنا هو طبعا هنا في المشروع ده الروبوت كان فيه تدخل بشري، في النهاية احنا بنبدأ ان احنا نحط بس المسامير، بس الروبوت حافظ مكان المسامير وعارف مكانها بالظبط وميولها قد ايه، فبدأ ان هو يحفرها هو هنا وهو بيعمل الشكل بتاع هنا وهو بيعمل الارتستيك شيب بتاع جذع الشجرة اللي هو بتاع العمود بتاعي. هذا شكله عامل ازاي بالمنحنيات بتاعته بالكيرفز الموجودة فيه. بعدين هنا شكل ال 3D printer هي بتطبع الهيكل اللي بره او الغلاف الخارجي اللي هيبقى موجود عليه، اللي هيبقى مصبوب في قلبيه العمود، اللي هصب في قلبيه العمود. برضو بيعتمدوا فيها على فكرة ان انا بيبقى عندي الماتيريال اللي انا بطبع بيها بتبقى على شكل خيوط، وهنا بيبدأوا ان هما يصبوا الاسمنت في قلب العمود. طبعا واخدين بالنا برضو ان الهيكل بتاعي اللي هو 3D printed مستحمل معايا الضغط الجامد بتاع الخرسانة، مستحمل معايا كل حاجة. بيبدأوا هنا ان هما يشيلوه جزء جزء من على العمود علشان خاطر يطلعوا شكل العمود الخرساني النهائي. وهو هنا وهو بيركب الشيد اللي بره اللي بتبقى فوق الخشب، الروبوت بيقطع الخشب وعارف مكان كل خشبة بالظبط ومقاسها بالظبط، بيبدأ ان هو يحطها في مكانها. هما عملها على 4 أجزاء وبدأوا إن هما هيكونوا ال4 أجزاء ويركبوها في الأرض في الموقع. بس الفكرة في إن الروبوت بيبقى عارف مكان كل حاجة بالظبط، أنا ممكن أكون أنا بس بركب المسامير، بس هو حافر مكان المسامير وعارف مكانها بالظبط وتتركب مع التانية فين بالظبط، بحيث إن تبقى نسبة الخطأ مفيش تقريبا. معامل الدقة بتاعه عالي جدا، فكون معايا الشكل ممكن يبقى أي لو حد شغال بإيده طبيعي مش هيقدر إن هو يطلعه بالدقة العالية ديت. ده شكله بعد ما خلص، بعد ما ركبوا العمود في المكان بتاعه وركبوا عليه الشيت بتاعته وثبتوها في بعض. ده كان شكلها النهائي. ده بقى مثال تاني لبافاليون برضو. البافاليون ده هو فكر في هيكل معين شكل معين، بس انا هيعمله من يونت من الخشب، بس الشكل فيه كيرفز معينة وفيه انحناءات معينة، فانا الخشب ده هوظفه ازاي؟
بدأ إن هو يعمل تقطيعات مختلفة في الخشب بأشكال مختلفة ويركبها مع بعض لغاية ويركبها مع بعض في الموقع. فبدأ إن هو يستخدم مثلا طريقة التركيب الخشب مع بعضه بالطريقة دي، إن هو يبدأ إن هو يبقى فيه عملية تعشيق ما بين الخشب اللوح والتاني. اللي عمل الكلام ده وحفره بالدقة دي هو الروبوت، إن هو بدأ إن هو عارف مكان الخشب ده هيتعشق مع بعضه ازاي، والتقطيع دي الارتباط دي باللي جنبها ازاي. فبدأ ان هو يقطع كل لوح لوحده بالطريقة بتاعته بالشكل بتاعه المفروض يبقى عليه بدقة عالية. وبعدين بعد كده هم اخدوها وبدأوا ان هم يركبوها في الموقع. هنا وهو بيبدأ ان هو يعمل ديزاين لشكل اليونتس بتاعة الطوبة تبقى عاملة ازاي، واخد الكونسبت بتاعه من ايه، وكل يونت مترقمة وليها رقمها وعارف مكانها بالظبط دي هتبقى موجودة فين. بيبقى المهندس حاطط، الديزاينر بيبقى حاطط كل الكلام دي، كل الباراميترز دي حاططها معاه في البرنامج بتاعه. في البرنامج بتاعه هو عارف مكان كل حاجة بالظبط، فبيبدأ ان هو يعرفها للروبوت، يعرف مكان كل حاجة بالظبط وشكل كل يونت هيبقى عامل ازاي. فهما هنا بيبدأوا ان هما ياخدوا الخشب، الواح خشب عادية جدا، ويبدأوا ان هما يقطعوها بالشكل بتاعهم اللي هما عايزينه. وبعدين بعد كده يدوها للروبوت يبدأ ان هو يحفر الحدود بتاعتها علشان خاطر تبدأ ان هي تتعشق مع بعضها. هو الروبوت بيبدأ ان هو يحفر، وهنا اللي في ايده ده الكنترولر بتاع الروبوت، جهاز التحكم بتاع الروبوت اللي بيبدأ يتحكم فيه. هو واقف بره بيراقب عملية الروبوت علشان خاطر الغبار اللي جوه المتناثر ده. ويبدأ الروبوت ان هو يحفر كل حاجة، يحفر كل حاجة بدقة جدا، هو عارف مكان كل حاجة بالظبط. بعدين بعد كده اخدوها وبدأوا ان هما اخدوا اليونس، بدأوا ان هما يركبوها في الموقع كل واحدة مكانها بالظبط، هما عارفين مكانها بالظبط فين، فيبدأوا يركبوها مكانها في الموقع لغاية لما يخلصوا ركبوا كل حاجة مع بعضها. فتكون معايا الشكل والمنشأ اللي أنا عايزاه بالكيرفز بتاعتي اللي أنا عايزاها بنفس ما تخيلته بالظبط على البرنامج بتاعي. نيجي بعد كده نشوفه ده الشكل بتاعنا للفيديو. في هنا فيديو تاني هو ما عملش بس جدران، بس هو عمل يعني مش هنعمل جدران بس، احنا هنعمل جدران واسقف، والسقف كمان كعنصر انشائي مش هيبقى بليت، مش هيبقى مستقيم، لا ده انا هعمل فيه تشكيل بدل ما انا لسه ابدا ان انا اشطبه او اعمله تشكيل من فوق او اعمله وليكن ايه بالذي، لا انا هبدا اعمل في السقف نفسه تشكيل من ناحيه. التشكيل بتاعي بتاع السقف اللي هو البارز والغاطس اللي بيبقى فيه ده بيقلل معايا من الماتيريال بتاعتي بتاعت السقف، لان انا مش هستخدم نفس كميه الاسمنت اللي انا هستخدمها لو انا عملته مستطيل كامل مقارنة بكمية الأسمنت اللي أنا هستخدمه لما أعمل فيه فجوات. فبقى أنا كده قللت من الماتيريال بتاعتي. يبدأ هو هنا إن هو يطبع الشكل بتاعه، الاستامبة بتاعته اللي هو هيحط عليها الأسمنت، فتبدأ تطلع له الشكل بتاعه. بدأ إن هو حط الاستامبة بتاعته وشكلها خلاص وطلعها، بيبدأوا إن هما ينضفوها. بعد كده بيبدأوا إن هما بعد ما بعمل الرسومات بتاعتي كل حاجة أبدأ إن هو هنا بيحفر عناصر معينة عايز يستخدمها معايا برضو في عملية التركيب بتاعته علشان خاطر يبدأ إن هو يطلع لي الشكل بتاعي، السقف بتاعي كأن حط اسطمبة وحط عليها السقف، فالسقف طلع معايا بعد ما نشف طلع معايا بالاسطمبة بشكل الاسطمبة بتاعتي بالظبط. فهي دي نفس الفكرة، عمل الاسطمبة وبعد ما خلصها ركبها جنب بعضها، بعدين بيبدأ يعمل لها معالجات معينة، بعدين بيعمل عليها الخرسانة بتاعته، السقف الخرسانة بتاعته. بعد ما بيخلص خالص بيبدأ ان هو يطلع الاسطمبة فيتكون معاه الشكل بتاعه بتاع السقف ده، الفاينل بتاعه بتاع السقف النهائي بالشكل اللي هو عايزه بعد ما طلع منه الاسطمبة.
يبدأ بقى ان هو ياخدها ويركبها جنب بعضها في المكان بتاع اللي هو عايزه في الموقع. الجدار اللي تحت ده برضو جدار برضو معمول بنفس فكرة الويلد بتاعت الروبوت اللي بيبدأ ان هو يلحم الحديد ويبدأ ان هو يعمله يتنيه بالطريقة اللي هو عايزها. الحيطة اللي المفروض تبقى انا عامله مثلا الحيطة فيها كيرف كده من فوق، فيبدأ ان هو يتني الحديد تبع الكيرف ده ويبدأ ان هو يركب فيه الحديد التاني الصغير يربطه كله ببعضه. بعدين هم عملوا الفراغ ده كده كله بحيث ان هو يبقى الحيطة وفوقيها السقف بتاعها كل حاجة متركبة، كل حاجة معمولة روبوتس. الفراغ كله معمول بالروبوتس، الحيطة معمولة بالروبوت، والسقف معمول برضه بالروبوت ومصبوب. وبعدين هم جاي صبوا عملوا الاسطمبة بتاعته بالروبوت وصبوا عليها السقف، وبعدين جابوا السقف وحطوه مكانه. بس ده كده يبقى احنا كده شفنا الجزء اللي احنا شرحناه النهاردة ده من استخدامات الروبوتس. دي عبارة عن مقدمة بسيطة جدا بشكل مبتدئ عشان نعرف الناس باستخدامات الروبوت الواسعة في العمارة، ان انا ازاي ان انا اقدر ان انا استخدم روبوت وابدأ ان انا اوظفه واحط له الاستخدامات بتاعته الصح في الوظائف بتاعتي اللي انا عايزاها الصح. وبعدين في اكتر من كده بكتير من الاستخدامات دي بكتير، وفي مشاريع اكتر من كده بكتير. بس ده كان جزء من المشاريع اللي انا البسيطه اللي انا حسيتها ان هي ممكن تبقى مميزه شويه، او افكارها بسيطه او ليها فكره تقدر ان هي تعملها، يعني افكار معينه تبدا ان هي تقدمها عشان خاطر كمان تنوع الاستخدام. ان انا اقدر ان انا اقول ان الروبوت ملوش استخدام واحد، ده ليه اكتر من يعني ليه استخدامات كتيره ابدا ان انا استخدمه فيها. مش شرط ان انا هعمل الروبوت بس في حاجه معينه، لا انا هعمل الروبوت في حاجات كتير. يبدا ان هو يكرر لي عمليه معينه. انا الروبوت فكره استخدام الروبوتات يعني بيستخدموها في العماره علشان خاطر تساعد المعماري، عشان خاطر ما يقومش هو بعمل متكرر مرات كتير، فتبدا الروبوت ان هو يقوم هو بالعمل المتكرر ده، ما يخليش المعماري هو اللي يقوم بالعمل المتكرر ده. فدي كان بعض استخدامات الروبوت. من هنا طبعا لسه في استخدامات كتير وحاجات كتير. بعدين ده كان شكل بسيط بس التعريف بالروبوت واستخداماته. في استخدامات اكتر، وفي لو حد حابب ان هو يتعرف على المجال ده اكتر ففي يقدر ان هو يعمل سيرش على النت عن روبوتس، هيلاقي فيه لابس كتير قوي عامله مشاريع كتير قوي. هيبدأ ان هو يشوف فيديوهات اكتر زي ما احنا ما شفنا دلوقتي، ويبدأ ان هو يعرف ميكانيكية عمل الروبوتات ازاي، وهي بتبدأ ان هي تتصنع ازاي وتعمل وظيفتها ازاي. لسه عندنا محاضرتين تانيين عن السمارت سيتيز والسمارت هومز والماتيريال، فان شاء الله اشوفكم تاني الاسبوعين الجايين برضو يوم الجمعة. واحنا كده الحمد لله محاضرتنا خلصت على النهارده، واتمنى ان هي تكون قدمت حاجة مفيدة، حاجة مشوقة، واتمنى ان هي تكون قدمت حاجة حلوة يعني أساعدتكم، وإن هي فعلا وصلت وصلت قدرت إن أنا أوصل المعلومة ليكم، وقدرت إن أنتوا تلاقوا المعلومة فعلا اللي أنتوا عايزينها في المحاضرة دي. أنا كده خلصت النهاردة، شكرا جدا ليكم. جزاكم الله خير. شكرا جدا جدا جدا. أسألك بس لو حد عنده سؤال للدكتورة يفتح المايك ويسأل على طول. أكيد طبعا. لو أي حد عنده أي أسئلة أو أي استفسارات إحنا دكتور عبد الرحمن اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام حضرتك. شكرا دكتورة على هذه التقديم الرائع وهذه المحاضرة مفيدة جدا جدا جدا، وهذا صراحة ينقصنا في العالم العربي في المحتوى العربي مثل هذه المحاضرات القيمة. أنا سعدت جدا بمتابعتك، ونشكر أخي مهندس عمر سليم صاحب أجمل مبادرة عربية صراحة في اللي هي بيم أرابيا، اللي جمعتنا كلنا من جميع الدول العربية، سواء كان الناس اللي موجودين في داخل الوطن العربي أو في خارج الوطن العربي، كنا متابعين ليه وكنا استفدنا وتعلمنا من الزخم الكبير اللي تكون من لقاء الأساتذة الأفاضل وتقديمهم للشروحات والمحاضرات في صورة قنوات تدفق معرفي يستفيدوا منها الناس في العالم العربي بالكامل. جزاكم الله كل خير، نسأل الله ان ربي ان شاء الله يجعله في ميزان حسناتكم.
أنا عندي سؤال بسيط جدا، اللي هو هل في توجه في جمهورية مصر العربية في التعليم العالي في أقسام الهندسة المعمارية وأقسام الهندسة المدنية في تطوير معامل الخرسانة ومواد البناء ومعامل الهندسة المعمارية في استحداث اثنين، يعني على مستوى الهاردوير والسوفتوير، يعني استحداث وحدات موجهة للارتفيشال انتليجنس، كذلك في المعامل في الجزء العملي؟ هل في برامج لإدخال تقنيات أو اوريدي موجودة؟ أنا ما نعرفش، في مصر بعض المعامل الجامعية تم إدخال فيها تقنيات ال 3D printing والارتفيشال انتليجنس الموجه ديديكيتد للعماره والمدنيين. شكرا، بارك الله فيك دكتوره. شكرا جدا لحضرتك. احنا عندنا في مصر في طبعا معامل موجوده، في بريفاب موجوده في مصر، في كمان عندنا من اشهر المعامل الموجوده في مصر في الروبوتك فابريكيشن معمل الروبوتس بتاع الاي يو سي، الجامعه الامريكيه الموجوده في مصر، عندهم روبوتس، عندهم 3D printing، عندهم برضو الكلام ده موجود. غير كده كمان مثلا في جامعات زي جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، هنلاقي ان في قسم الهندسة، في اقسام معينة في الهندسة زي الكمبيوتر ساينس او الميكاترونكس، يبدأوا فعلا ان هم يطوروا في الحاجات دي ويبدأوا فعلا ان هم يطلعوا الكلام ده. بس فكرة بقى استخدام الكلام ده معانا احنا ككونستراكشن او موجود معانا في الموقع، فالكلام ده لسه مش منتشر في مصر، بس كمعامل موجود فعلا، وفي ابحاث بتتعمل وفي ناس بتبدا ان هي تطور فعلا في الموضوع كجزء كروبوتس ماشينز كبرامج بقى. ف في مجال البرامج تقريبا موجود برضه في الاي يو سي، و غير كده ان احنا كمان عندنا الجراس هوبر راينو والجراس هوبر، فدول برضه من اشهر الحاجات اللي موجوده اللي ممكن تستخدم. فالكلام ده يعني متاح عندنا في مصر الحمد لله، وأكيد طبعا في أبحاث، في ناس بتبدأ إنها تفكر فعلا في الموضوع ده وتطلع منه حاجات جديدة. أتمنى إن أنا أكون قدرت أجاوب على سؤال حضرتك. جزيل الشكر دكتورة، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا جدا لحضرتك. في سؤال من المهندس الأمني، إزاي الواحد يبدأ يدخل المجال وإيه البرامج اللي ممكن تساعد؟ ازاي الواحد يبدأ ان هو يدخل المجال؟ في عندنا احنا لو عملنا سيرش على النت عن الروبوتك فابريكيشن او اي حاجة، هنلاقي مثلا على مواقع معمارية كتير هنلاقي منزلة مشاريع زي كده. ابدأ ان انا اعرف المشاريع دي، ابدأ ان انا اقرأ الابحاث العلمية المنشورة، ابدأ ان انا اقراها، وابدأ ان انا اشوف الناس دي بتفكر ازاي، وابدأ ان انا اعرف هما بيبدأوا ازاي من اول الموديل بتاعهم اللي هما بيعملوه بيحققوا فيه المتطلبات ازاي لغاية لما يوصلوا لعملية التصنيع. غير كده كمان في عندنا معامل بتاعت جامعات عالمية زي الـ MIT، زي الـ ETH، زي الـ ETH والـ MIT، زي معامل مثلا بتاعت كلية هندسة جامعة هارفارد. برضو في معامل كتيرة موجودة على النت منزلة مشاريع ومنزلة أبحاث نقدر إن احنا نقراها ونقدر إن احنا نشوف هما بدأوا منين أو وصلوا لغاية فين، يا إما نكمل يا إما نواكب دماغنا معاهم. البرامج عندنا في الراينو ده أشهر برنامج مشهور في الموضوع ده، وده من البرامج السهلة والحلوة جدا الممتعة نقدر إن احنا ننفذ بيها الكلام ده بسهولة جدا. فيبقى احنا كده عندنا أبحاث ومشاريع نقدر إن احنا ندور عليها نقرا فيها. تمام يا دكتور، في أي أسئلة تانية؟ في أي حد عنده أي أسئلة؟ جزاكم الله كل خير، وإن شاء الله في مهندس أحمد. دكتور لو تسمح لي بعد إذنك، يعني هل في إمكانية مع حضراتكم إن شاء الله في الشهر القادم، يعني إن شاء الله ممكن نستضيفكم في حلقة موجهة للجمهور في ليبيا، يعني هل في إمكانية يعني؟ أكيد طبعا، أكيد طبعا، ده شرف ليا وحاجة تسعدني جدا. طبعا حيكون التنسيق عن طريق المهندس عمر، بعد إذنك يا باشمهندس عمر. تحت أمرك، حاضر، هعمل محاسبة مشتركة حالا مع الأستاذ الدكتور. الله يبارك فيك، مشكور الله جدا، يكرمك، ونسأل الله إن شاء الله ينفع بيكم وفي ميزان الله حسناتكم يا يكرمك، رب. الله شكرا جدا يكرمك. لحضرتك، باشمهندس أحمد، يعطيكم العافية. اتفضل. السلام عليكم. أول إشي شكرا لك دكتورة، شكرا كانت جدا. محاضرة بجنن.
هلا اول شيء انت ركزت كثير على موضوع التنفيذ والانشاء، وهذا كان شيء كثير حلو. بس كان عندي سؤال بالنسبه لعمليه التصميم يعني والبيم. في اخر تحديث للريفت كان في عندنا شيء اسمه الجنريتيف ديزاين، وكان كان معطي مقترحات عن طريق الذكاء الاصطناعي لعمليات التصميم. فكيف كان هذا الشيء اللي قدام يتطور ويحسن بعمليه التصميم، كيف ممكن ياثر على المهندس اللي قاعد بصمم؟ حد عندك؟ تمام، يعني حضرتك تقصد ازاي العملية دي بتبدأ ان هي تأثر على المصمم اللي بيبدأ ان هو يستخدم البرنامج ويصمم، صح؟ بالضبط، وانه كيف مثلا ممكنها توفر وقت كتير كبير، بس نفس الوقت انه يزيل اشي كتير مأتمت زيادة عن اللزوم ممكن. طيب، هو الفكرة انا ببدأ، انا الاول قبل ما بستخدم الماشين اللي انا بستخدمها ببقى عارفه كويس قوي هي بتشتغل ازاي، وفاهمه كويس قوي طريقه عملها وهي بتتحرك ازاي وكل حاجه. فانا لما باجي ان انا اعمل ديزاين ببقى حاطه كويس قوي في دماغي الموضوع ده، حجم الاله عامل ازاي، هي بتشتغل ازاي وبتتحرك ازاي، فابدا ان انا احط في دماغي الكلام ده، فابدا ان انا اعمل التصميم بتاعي على الطريقه دي. يعني احنا مثلا لو دورنا في الروبوتس اكتر هنلاقي في حاجه اسمها الهوت واير كاتنج. في الهوت واير كاتنج هو بيبقى في عنده فوم، مربع فوم، ويبدا ان هو ينحت فيه الشكل اللي هو عايزه. فانا عشان خاطر اعمل الطريقه ديت لازم ابقى عارفه الدراع ده هيتحرك ازاي وهيبدا يعمل ازاي. فانا بحط في حسباني وفي دماغي دايما وانا بفكر الماشين اللي قدامي هتتحرك ازاي، فده هياثر عليا قوي في العمليه بتاعت التصميم. هبقى عارفه انا هديله اوامر ايه الاول يعملها، وبعدين يعني ترتيب الاوامر اللي هيعملها ازاي. غير كده كمان فكره ان الموضوع هياخد وقت قد ايه، ممكن يكون الموضوع في البدايه ممكن ياخد وقت، بس بعد كده هيبقى عندي بيز اساسيه هبدا ان انا اشتغل عليها في كل مره، فده هيوفر معايا وقت. يعني ممكن ياخد معايا وقت في المره الاولانيه، بس بعد كده في المرات اللي بعد كده هيوفر معايا وقت كتير قوي. يعني فكره توفير الوقت دي هتبقى كبيره معايا في الموضوع ده. غير كده ان تطور التكنولوجيا ما بينتهيش، وكل مدى ما بيطوروا اكتر وكل مدى ما بيطلعوا امكانيات اكتر، فده هيساعد اكتر معانا في الكونستراكشن وفي التصميم بتاعنا اكتر. اتمنى ان انا اكون وصلت المعلومه يعني اللي حضرتك تقصدها. يسلم كثير. كمان شغله، موضوع الجنريتيف ديزاين هو كان يقدم مقترحات للتصميم نفسه للاركتكتشر كتكتير وكتوزيع فراغات وغرف، فبتهيألي كان قدام يصير يعطي تصاميم اوسع واشمل. اكيد طبعا، لما باجي استخدم الجنريتيف ديزاين ده معايا في الديزاين بيطلع لي طبعا ببدا ان انا يتحكم معايا حاجات كتير، بتكون معايا في الديزاين في حاجات كتير، ابدا ان انا احط باراميترز معينه، ابدا ان انا اشتغل عليها او اطور في الباراميترز دي، او ادي له باراميترز يبدا ان هو الديزاين بتاعي يبدا ان هو يتحور حواليها او يتمحور حواليها ويبدا ان هو يحققها لي. فلو انا مثلا بعمل فراغ جديد مثلا، فابدا ان انا استخدم فيه جنريتيف ديزاين عشان اطلع نظام انشائي جديد، او ابدا ان انا اطلع شكل جديد، او ابدا ان انا اطور في الفراغ بتاعي في استخدامه اكتر. فالجنريتيف ديزاين طبعا بيطور معايا التصميم كتصميم وكاستخدام كمان اكتر. اتمنى ان ده يكون رد على سؤال حضرتك. يسلم ايدك، يسلم كتير، شكرا جدا جدا حضرتك على سؤالك. في سؤال من محمود، ممكن نعرف ازاي نمشي في مجال الداتا ساينس؟ نمشي ازاي في مجال الداتا ساينس؟ في منصات عندنا على النت بتاعت كورسات زي كورسيرا وإدكس فيوتشر ليرن. المنصات دي بتنزل كورسات على طول باستمرار عن الداتا ساينس، عن مجال الكمبيوتر ساينس عامة، فبتبقى الكورسات بتاعتها حلوة جدا، بتبقى من جامعات مشهورة زي مثلا الجامعات اللي احنا قلناها اذا كانت هارفارد او اي تي اتش او زد تي اتش، ولكن الجامعات دي بتبقى بتنزل كورسات على طول باستمرار، فنقدر ان احنا ندخل ونقدر ان احنا ناخد كورس معين مثلا في داتا ساينس في مجال معين انا حسيت ان هو شاددني. غير كده كمان اقدر ان انا اقرا ابحاث برضو اكتر، حاجة مثلا زي ريسيرش جيت انزل من عليها ابحاث وادور من عليها وطلع من عليها الابحاث في المجال وفي الموضوع اللي شايفاه ان هو مناسب ليا او شايفاه ان هو شادد دماغي اكتر. تمام يا دكتور.
في سؤال برضو مهندس علاء، هل ممكن مصادر الحصول على معلومات برامج التصميم والروبوتات المستخدمة في ذلك؟ معلش، مصادر الحصول على معلومات برامج برامج التصميم والروبوت، التصميم والروبوت. برامج التصميم والروبوت هو من أشهر برامج اللي موجودة، الجراس هوبر والراينو، وكوكا منزلة اللي هو كوكا بي ار سي، ده بلاجن برضو بيستخدم على الجراس هوبر في الراينو. فاحنا ممكن في مصادر تانية كتير احنا ممكن ندور عليها، على حاجة مثلا زي موقع اسمه جراس هوبر فود، فاحنا ممكن ندور عليه هنلاقي عليه بلاجنز كتير ممكن تستخدم مع روبوتس كتير. ممكن ندور كمان، ممكن نلاقي شركات تانية منزلة كمان برامج تانية، بس هو اشهر حاجة مستخدمة اللي هو الراينو والجراس هوبر وكوكا، فده اللي موجود. تمام، جزاكم الله كل خير، وفي انتظار حضرتك ان شاء الله في المحاضره 2 و3 الجمعه القادمه ان شاء الله. جزاكم الله كل خير. شكرا جدا لحضرتك، الله يكرمك. شكرا.